السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات، نتمنى يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. كما كتلاحظوا فيديو ديال اليوم ما غاديش يكون عبارة عن وصفة من المطبخ، ولكن وصفة طبيعية تجميلية اللي كتعتبر هي الحمام المغربي، واللي أصبح الآن معروف في جميع العالم، وكذلك اللي أصبحت عنده شهرة يعني خاصة لما له من فوائد على الجسم، واللي احنا في المغرب صراحة كنا كنستعملوه، يعني النساء كيستعملوه من قديم الزمان، واللي هو عبارة عن خلطة طبيعية بمكونات طبيعية 100%، عندها فوائد كثيرة. وهذه الخلطة هذه صراحة يعني اللي رائع فيها وأنها كتساعد كثيرا في تقشير الجسم، تخلص من الخلايا الميتة، توحيد لون البشرة، تفتيحها، تقشيرها. واللي كيمتاز به الحمام المغربي خاصة يعني أن النساء كيستعملوا هذه الخلطة هذه تقريبا كل اسبوع، يعني شي حاجه اللي كنقولوا داخله في الروتين ديال النساء انهم ضروري فاش كيمشيو الحمام ضروري ما كيحضروا هاد الخلطات هذه. ما نطولش عليكم الان، مروا نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجوا لتحضير الحمام المغربي في البيت. فكما كتلاحظوا يعني هي كلها عباره عن مكونات طبيعيه 100%، يعني ما كيكون عندها حتى ضرر على الجسم، بالعكس كيكون عندها فوائد كثيره كثيره جدا على البشره. وغادي نمروا نتعرفوا على اول مكون واللي هو الخزامه، اللي غنيه عن التعريف واللي كيكون هذا هو الشكل ديالها عن قرب. نتمنى ان شاء الله تكونوا تعرفتوا عليها، وانا اكيده انها غادي تكون متوفره في جميع البلدان العربيه وحتى في الدول الغربيه، يعني راه متوفره. كيكون هذا هو الشكل ديالها، كنقوموا يعني كنقيوها قليلا من هاد الاعواد هادو، وكنقوموا بطحن مقدار ملعقه كبيره منها بهذا الشكل هذا، يعني ما كنضيفوهاش حبوب، من الاحسن انها تكون مطحونه اي تكون بودره. غادي نحتاجوا كذلك من اهم المكونات الرئيسيه واللي هي الحناء، اللي غنيه عن تعريف. عندي الحناء هنايا بالنسبه اللي كيسكنوا في الدول يعني على برا، فراه كتكون متوفره في المحلات الافغانيه، المحلات الباكستانيه، وكذلك المحلات العربيه. كتكون هكا يعني في علبه، وكما كتشوفوا انا هذه اللي كنستعمل راه بيغ وناتورال، يعني طبيعيه 100%، يعني ما مختلطه مع حتى حاجه. ومن الاحسن والمفضل انها تكون يعني طحنوها على يديكم في المنزل. كتكون هذه اوراق الحناء، من الافضل انكم كذلك تنقيوها وطحنوها يعني حتى تصبح على شكل بودره، يعني وتغربلوها باش تحصلوا على مستخلص طبيعي 100%. غادي نحتاجوا منها كذلك واحد المقدار ملعقه كبيره. ومن اهم مكونات رئيسيه واللي هي الصابون البلدي او صابون العطار، اللي كيكون هذا وعباره عن واحد الصابون اللي كيكون طبيعي 100%، كنقوموا يعني كيكون عباره عن مستخلص من بقايا زيت الزيتون، كيكون هذا هو الشكل ديالو. هذا متوفر عندنا في المغرب جميع المحلات عند العطار، كيكون الثمن ديالو رخيص بزاف. وعندي هنايا الحامض اللي غادي نحتاجو منه تقريبا واحد المقدار ديال ملعقه كبيره من عصير الحامض او الليمون، واكيد بزاف كيكون عندهم حساسيه منه، فإلا كان عندكم حساسيه منه فيمكن لكم تستغنوا عليه، يعني ماشي ضروري، يعني ماشي مكون اساسي، ولكن صراحة هو كيساعد بزاف على تفتيح البشرة، خاصة المنطقة ديال الكوعين الركبتين، يعني اللي كيكون فيهم لون داكن كيساعد بزاف على التفتيح ديالهم. عندي هنا بين المكونات طبيعية واللي عندي هنا يا زهرة البابونج، اللي اكيد كيكون هذا هو الشكل ديالها ومتوفرة بكثرة في جميع المحلات. اللي غادي نحتاج منها كذلك واحد المقدار ديال ملعقة كبيرة من البابونج اللي كنقومو هكا بطحنو على شكل بودرة. ومن المكونات الرئيسيه واللي انا صراحه مفضله عندي في الحمام المغربي واللي هي الورد المجفف، اللي كيكون هذا هو الشكل ديالو، واللي غني عن التعريف، يعني وعنده فوائد كثيره جدا جدا على البشره، وكذلك كيترك لنا رائحه جد عطره في الجسم وكذلك الوجه. غادي نحتاجوا منه هنا واحد المقدار ديال ملعقه كبيره من البودره ديالو، كنقوموا بطحن واحد الكميه ديال ملعقه كبيره على هذا الشكل هذا. فهذه كل المكونات اللي غادي نحتاجو، من الاهم وما نساوش كذلك عندي هنايا الكيس او الليفه المغربيه، اللي كيكون هذا هو الشكل ديالها. كتكون عباره عن واحد القفازات اللي كيكون الثوب ديالهم شويه يعني حرش، هذه الدور ديالها هو ان بعد ما كنعملوا هذه الخلطه كنستعملوها يعني في تقشير الجسم، او كيف ما كنقولوا حنايا الحكام، كتساهم كثيرا في التخلص من الخلايا الميته اللي كتكون عالقه في الجسم. وهنايا
بغيت فقط واحد الاضافه. عندي هنايا هذا الصابون هذا البلدي بالاعشاب، هذا كيكون عندنا كذلك متوفر في مجموعه من المحلات اللي ولا مؤخرا يعني سميتو صابون البلدي، كيكونوا عنده واحد الاضافات من اعشاب متنوعه. هذا مثلا كاين بالعكر الفاسي، ولكن انا دائما صراحه كنفضل هذا يكون طبيعي، وانا كنضيف ليه الاعشاب اللي كنفضل انا. وهنايا عندنا هذا اللي كنقولوا ليه حنا السواك في المغرب، هذا كيستعملوه النساء في تنظيف الاسنان، واللي عنده دور مهم جدا جدا في الحصول على لثه اللي كتكون صحيه. كانت هذه كل المكونات اللي غادي نحتاجوا لتحضير الحمام المغربي، واكيد كاين البعض اللي كيضيفوا يعني بعض الاعشاب معينه، كاين اللي كيضيف مثلا زعتر، كاين اللي كيضيف الازير، كاين اللي كيضيف مثلا واحد البودره اللي كنسميوها حنا الداد الشيح، كاين اللي كيضيف الشبه، يعني كل من نساء النساء يعني كل من امراه لامراه كتختلف يعني بعض الاشياء اللي كتبغي تضيفها يعني اللي كتوالم البشره ديالها. ولكن بين المكونات الاساسيه اللي كنحتاجو اللي هي هذه اللي شاركت معكم الان. وهنايا واحد اضافه صغيره، عندي هنايا الماء الورد. هنا غالبا النساء في المغرب كيستعملوا ماء الورد، يعني كيرشوا به الوجه ديالهم هكا كيتباع عندنا، وكاين اللي كيحضروه يعني كيكون طبيعي 100% كيحضروه في المنزل، اللي تا هو يعني كما كنعرفوا ماء الورد عنده واحد الفوائد كثيره جدا جدا على البشره، وكانوا كيستعملوه النساء يعني من قديم الزمان قبل ما يظهروا هاد المستخلصات التجميليه وهاد كثره الماكياج مؤخرا، فكانوا كيستعملوه بزاف. فالان نمروا لطريقه تحضير الخلطه ونشوفوا الخطوات اللي خاصنا نتابعوا في تحضير الحمام. فالان بالنسبه للتحضير غادي نحتاجوا هنايا واحد الصحن هكا اللي كيكون عريض، وغادي نحتاج واحد القليل من الماء الدافئ، يعني غادي نحتاج فقط القليل منه. وغادي نمروا نبداو باول مكون واللي هو الحناء. انا كما ذكرت عندي هنا واحد المقدار ديال ملعقه كبيره من الحناء، كلكم نتوما تضاعفوا الكميه ديالها. غادي نحتاجوا ملعقه كبيره من الخزامه، غادي نضيفوا ليها ملعقه كبيره من البابونج المطحون، ثم الورد المطحون. هذه بالنسبه للمكونات الجافه، غادي نحاولوا هكا ندمجوهم قليلا. غادي نمروا الان نضيفوا المكون الرئيسي واللي هو الصابون البلدي او صابون العطار. هذا يعني هذا الصابون هذا كما ذكرت يعني كيكون من مستخلصات ديال زيت الزيتون. صراحة بعض المرات يعني الا كنا هكا مزروبين ما كيكونش عندنا الوقت باش نحضروا هاد الخلطات هادو، فغالبا كنكتفيو بالصابون البلدي مع الحنة فقط. واللي غادي يتسالوا انه واش الحنة كترك يعني بعض الاثار على الجسم يعني بعض البقع، فلا ما كتركش ابدا البقع. كما ذكرت دابا غادي نمروا نضيف واحد المقدار ديال ملعقة كبيرة من عصير الحامض او الليمون، واللي عنده حساسيه فيستغنى عليه. غادي نبداو نضيفو في الماء الدافئ وحنا كنجمعوا هذا الخليط هذا. حتى كنحصلوا على خليط على شكل معجون ثقيل. الان هو الخليط او الخلطه الطبيعيه للحمام المغربي، كتكون هذا هو الشكل ديالها، يعني واحد القوام اللي كيكون ثقيل نوعا ما، ولكن المهم هو ان جميع المكونات خاصها تكون منسجمه. فيمكن لكم انكم تستعملوها مباشره يعني تحضروها وتدخلوا مباشره، او يمكن لكم تستعملوها تحضروها يعني واحد اليوم او يومين قبل وتخليو يعني حتى المكونات كلها كتنسجم مع بعضياتها، ولكن من المفضل الحامض ما تضيفوش حتى تكونوا باغيين تستعملوها. الان نمروا للطريقه او الخطوات اللي كيعتبروا اساسيين في تحضير الحمام المغربي في المنزل، او خاصه الاخوات اللي كيتابعوني في الدول العربيه. بالنسبه للطريقه ديالها هو اننا كندخلوا الحمام، كان بحال يقولوا كنقوموا بتحضير واحد الحمام بخاري، يعني كنطلقوا الماء سخون في الحمام حتى كيولي كله يعني عامر بالبخار. بعد ذلك كندخلوا تقريبا واحد 5 دقائق، لان البخار شنو الفائده ديالو ان دوك المسام ديال الجسم كيتفتحوا،
ومباشره بعد ذلك كنمروا باش كنطليو هذه الخلطه هذه على كامل الجسم، يعني اليدين الا كنتوا بغيت ديروها الوجه من الافضل تفادوا المنطقه اللي حول العينين، او الا كانت عندكم حساسيه من الافضل ما تعملوش الوجه. من بعد ذلك كنخليو هذه الخلطه ما بين 5 الى 10 دقائق على الجسم حتى كيتمتصها هذاك الجسم. من بعد ذلك كنقومو بشطف الجسم بالماء، الماء من الافضل يكون ماء دافئ، وكنمروا المرحله ديال التقشير اللي كيكون بهذا الكيس او الليفه المغربيه. كنمروا كنبداو نحكو الجسم، كيبان لك هذيك الساعه بسهوله كيبداو يخرجوا هذوك القشور الميته او الخلايا الميته من الجسم. من بعد ذلك صافي كتكون هذه، يعني هذه المرحله ديال الحمام المغربي. من بعد كنقومو يعني بغسل الجسم بالماء الدافئ. فكانت اليوم هذه الوصفه ديال اليوم اللي هي الخلطه طبيعيه 100% ديال الحمام المغربي، اللي صراحه فعلا خلطه رائعه كما ذكرت، كتساهم في توحيد لون البشره، تفتيحها، تقشيرها، كتخلي واحد رائحه مميزه بهذه الخلطات الطبيعيه في الجسم واللي كتمتاز بها كثيرا المراه المغربيه. واكيد غادي يكونوا بعض الدول العربيه حتى هما كيعملوا بعض الخلطات اللي كتكون قريبه من هذه، وكنعملوها صراحه حسن كل اسبوع. ملي كنكونوا صغار كنلقاو ان والدينا كيبداو يعودونا على هذه ملي كنمشيو للحمام. كذلك هناك بعض الخلطات الطبيعيه الخاصه بالشعر اللي ان شاء الله الا بغيتوها ما عليكم الا تخليوها لي في التعاليق، وتركوا لي جميل عجبتكم الفيديو ديال اليوم باش تشجعوني اكثر ان شاء الله نشارك معكم خلطات في الايام القادمه. وبقى لي الان الا نقول لكم نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا من هذه الخلطه هذه. وما بقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.